مع نهاية عام 2023 كانت إنجازات الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كيبك، وهي كبيرة في القطاع النفطي وأهمها إنجاز المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع مصفاة الزور، فلنتابع وإياكم هذا التقرير. بتدشين وحدات مصفاة الزور الثالثة والأخيرة من مشروع مجمع الزور النفطي، تضاعف الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كيبك إنتاجها اليومي من الوقود النظيف من 410 ألاف إلى 615 ألف برميل يوميا، مسجلة إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازاتها. مشروع المصفاة الأخيرة طبعا من أهم الوحدات اللي هي الزيت الثقيل منتزع الكبريت، راح يكون تقريبا الانتاج ماله 100,000 برميل توتال، تصدير الكبك البترولية المتكاملة إلى تغذية الطاقة الكهرباء والماء بمقدر ومعدل 270,000 برميل بيردي. الطاقة التكريرية المصفاة 615 هو النفط الخام الكويتي أو النفط الثقيل، يتم تكريره عن طريق ثلاث مصافي عندنا، وحدة كل وحدة طاقة استيعابية 205 لكل وحدة، من ثم يتوزع الوحدات المساندة. إنجاز للكويت ككل، الحمد لله احنا بلشنا بتشغيل المصفاة على ثلاث مراحل، من المصفاة المصغرة الأولى إلى الثانية، والحمد لله خلال هالشهر الثالثة. أعتقد يعني المرحلة هذه كانت فيها صعوبات كثيرة، لكن الحمد لله تخطيناها ووصلنا للإنجاز هذا. هذا المشروع التنموي يشكل داعما حيويا للقطاع النفطي واستراتيجية مؤسسة البترول 2040، فهو نفذ بسواعد كويتية ويساهم في توفير فرص للكوادر الوطنية وأرباحا للشركة. التحدي نجت على مراحل إصلاح الأرض، شلون نسوي الانتجريشن التكامل بين الشركات الكبرى اللي بنت المشروع الخمسة، بلس وراها جائحة كورونا وتأهيل الموظفين ونقص العمالة، لكن الحمد لله فضل رب العالمين تحت شعار كبك لجعل المزيد ممكنا قدرنا نتغلب على التحدي هذا وشغلنا المصفاة على أكمل وجه ممكن بأيادي كويتية. ما وصلنا لهالإنجاز إلا بسواعد الموظفين عندنا وتجهيز العنصر البشري. طبعا احنا مرينا بفترة كبيرة من تدريب جميع العناصر البشرية الموجودة عندنا بما فيهم احنا طبعا كمهندسين وكرؤساء أقسام. بتنفيذ هذا المشروع الأضخم على مستوى العالم، تصبح مصفاة الزور أكبر منشأة تكرير يتم بناؤها على مرحلة واحدة، كما احتلت المرتبة السابعة عالميا ضمن قائمة أكبر 10 مصافي نفط في العالم من قبل تقرير المسح العالمي للتكرير. يعد تشغيل المرحلة الثالثة من مشروع مصفاة الزور شريانا حيويا تتضاعف معه الطاقة التكريرية الإنتاجية من الوقود المعد للتصدير، مع تعزيز العوائد الاقتصادية للدولة. من مصفاة الزور، جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.